وحول هذا الموضوع تحدث سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في نشرة سابقة عن مبادرة تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية. جاء مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وفي إطار استراتيجية العمل الجديد للبرلمان العربي خلال فصل التشريع الثالث، حيث يتم إعلان الرسمي عن التشجين خلال الجلسة القادمة التي ستعقد إن شاء الله صباح غدا في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. طبعا اعتمدنا الدبلوماسية البرلمانية كآلية محورية وفقا لسعي البرلمان العربي لتسهيل الدبلوماسية البرلمانية العربية كسياق عام للتوجهات المستقبلية أعلى للمصلحة العربية وتلبية لطموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية والأقليمية والدولية. يجب علينا كبرلمانيين عرب أن نعمل بشكل متسق ومتناغم لتحقيق مصالح شعوبنا على غرار برلمان أوروبي مثلا على سبيل المثال.